السلام عليكم الدراري، كي دايرين؟ بخير. الفيديو جيت انا نوريكم فيه بعض شي اعدادات. كاين الدراري اللي ما كيفهموش بشويه في الاعدادات. اليوم ابسط مثلا، بحال مثلا كاين اللي كيجي الضجيج هنايا، يعني كيدخل اول مره للبيانو كيلقى الضجيج فيه ولا السطع، يعني الصوت يكون ما صافيش. بحال مثلا نعطيك مثال، بحال دابا انا غادي نزف، يعني كيبقى يتسمع بحال هكا. كنجيو لهاد البيدال، هادي هي البيدال اللي شاعل، داك البولا اللي شاعله، يعني كنديرو الالغاء ديالها كنطفيوها. دابا نعاودو نشوف الصوت، يلا لاحظتو باقي شوية تتعاود، يعني هذا الصوت كيبقى يتعاود، يعني دبدبة الصوتية تتعاود معاك. كيف هاد جات لنا الطابة هادي هنايا، تكليك عليها تكليك عليها بحال هاكا، غتنزل ديريكت هاد الميوزيك، غتلقى واحد البولة شاعلة تا هي، غادي طفيها، غادي دير ليها الإلغاء بحال هاكا وترجع عادي. دابا نعاودو نشوفو الصوت كيفاش غادي يتسمع. لاحظتوا الصوت عادي ولا صافي دابا، يعني الا كان عندك بحال هكا غدير هاد الخطوات هادو وغادي يصفى الصوت. الحاجه الثانيه شنو هي؟ كاين اللي ما كيكونش عنده مثلا داك الصوت، كما ما عرفتش شنو سميتو، مشات ليا من الباب. يعني ملي كدير ثلاثه ديال الصباع بحال هكا تخدم، انا ما خدامش. كنجي لهنايا كنلاقي هاد الشا ديسكا، كنشعلوهم بجوج، كنكليو كليك وحده بحال هكا، كنزيدو اخر حتى كيشعلو بحال هكا، يوليو شاعلين بجوج بحال هكا. هادي اللي دويت لكم عليها دابا، كاين اللي ما كتكونش عنده خدامه بحال هكا كتولي خدام. حاجه اخرى، الا بغيتي تبقى يعني تعزف وتمشي معاك، يعني هي كتمشي معاك بحال مثلا بحال هكا، الا بغيتي تمشي معاك بحال هكا كتجي للسيتينغ اللي هو هذا، كليك وحده هبط لهنايا الرينج الريتم، جي لهنايا فين هي، جيب لهنايا كليك هادي كاستمايزيت ميجر، كليك عليها واحد كتجي دير هاد الخيار هذا، كتدير هاد الخيار هو هذا هنايا وراه غادي تخدم معاك، يعني غالبا تتكون ثلاثة سبعة. رجعو شي اعدادات اللي باينين بحال هاد التيمبو، هادي التيمبو اللي هنايا اللي دير السرعة ديال الريتم اللي هو هذا، نديرو شي ريتم اللي ساهل مع بحال ما درتش نسيت، بحال مثلا هكا هذا تيولي بالزربة، يعني كدير هاد التيمبو هنا كتشعل التيمبو هنا كيشعل، كتبقى دور هاد العجلة اللي هنا تدورها، قد ما كيطلع داك الرقم قد ما السرعة ديال الإيقاع كتزاد، قد ما كترجع بحال هكا العكس الإيقاع كينقص. هادي سهلة، هاد الأوكتاف هذا هادي اللي هنايا، هذا غير ديال الصوت كيغلط، يعني درنا بحال هكا كنديرو الناقص كين شوية، درنا العكس كينقص. هادي ترانسبوز اللي هو هذا، الا وركنا عليه بحال هكا يعني غير كي اللحن تيتبدل شويه. يعني نقصنا شويه بحال هكا يوسف بحركة.
اللي كاين دابا في هادو، ما عرفتش شنو نسيت اخرى، ما عرفتش شنو نسيت. هذا الحروف كنجيو للستار، كاين الحروف يعني الحروف نديرهم هنايا، كنجيو للسيتينغ هنايا عاوتاني الكايبورد هنايا، هادي خيار الثاني دخلوا ليه، طلعوا شويه هنا تجي لهنايا هاد الكلافي كابشن، كليك وحده كنجيو للدوريمي هي هادي، كليك حتى هي كترجع تيطلعو هنايا الحروف. صافي هادي. شنو حوايج اخرين بحال مثلا، حاجه اخرى بحال دابا مثلا هاد الصوت او الصوت الاول او الثاني، بحال دابا مثلا هذا بغيت نديرو هنايا في هاد الواحد، ولا بغيت نديرو في جوج، ولا في ثلاثه، ولا في هاد الاربعه، يكفي ان هاد كندير كنعزل الصوت هنايا يعني اللي كاين، يعني اي صوت كنخدمو هنايا، وكنجي يعني بغيت نديرو في رقم واحد باش يعني ندير رقم واحد ندير فيه صوت، ورقم ثاني ندير صوت اخر، وهي غاده بحال مثلا هذا بغيت نديرو في جوج، بغيت نديرو في رقم واحد، غادي نجي رقم واحد نقم كليك عليه كليك طويل حتى كتبان ليا واحد الخانه بحال هكا. صافي ملي كطلع لك سميتو هنايا يعني كيولي هنا، يعني واخا نولي هنا هو غادي يتبدل الصوت، ما يبقاش داك الصوت ديالي هنايا، ما غاديش يبقى، يعني ملي نكون كنعزف بهذا ودرت واحد دي غنشعل هاد الواحد هذا عاوتاني غنشعل، غترجع للصوت اللي كانت في الاول. هذا ما كان واقيلا في هذا الشيء، لكن نزيد شي حاجه حتى نفكروني فيها. المهم هذا ما كان الدراري، فيديو اخر ان شاء الله، معكم بروك.